yow alquran xamna sawa jeweena jambar je deke won durus la demna seigne mbake madina di won sa wetel momin na xam yow la xamone ci wetel juma yi joy nañu sa dem gi mbake jakka yi joy nañu la du nasaki sariya joy nako aqiqa joy ko kenn ci yar musli gindi joy ko kep ku di julit tassel joy na demam gi ngir ñepp ko ñak woorna ab sak la won ci diine jeeg julit yi sangal won dalal xelum muri ni sa dal bu don ne mam jabayam ya sappu ko lamin netalil tayji segente gi nax ñu xam ni sa dal bu don ne mam jabayam ya sappu ko lamin netalil tayji segente gi nax ñu صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحسر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه رب إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات نادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوه ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه المودحين لطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النصيحة بتوبة إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واصبروا على إقامة فرائده التي فرضها عليكم دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم واحذروا من تديعها فإن في تديعها تعرضا لهلاك مضيعها ومن خام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من أصحاب الجحيم وأحل له رضوان في جنة نعيم ورضوان الله ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات مقام رأس في أعضاء الذات ففرحوا لها القلوب محل نظر رب وطهروا لها ثياب والأجساد تفوز بالخبول والخرب إن الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين امين الحمد لله المحمود في ارضه وسمائه المشكور فيهما بالجم من نعمائه وصلى وسلم على خير مبعوث لنشر الحق وطي الباطل سيدنا محمد وابل خير الحاضل
وعلى آل وصحبه الذين صيروا جيد الشرك شرع عطل الذين بدلوا للدين حقه بلا مطل ماطل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار ضلالة وكل ضلالة في النار وعلموا يا عباد الله أن خير ما اتخذتم وصلا لربكم وردائه توحيده وإدامة شكره وثنائه وصيانة ودائه وإقامة الشرائع في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعدودات على وفق سنة الشارع المرضية في كل بكرة وكل عشية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإياكم ومبارزة الواحد القهار بالعصيان باقتحام منائه أو باستخفاف بأوامره في الأوان أو بمخابرة بعضكم بعض بالظلم والطغيان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ووفقنا الله وإياكم لطاعته وأتم تقصيرنا بعفوه وحلمه وبقبول حسنا تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين آمين bokuy ñi ngi nuyu ñepp di siar ñepp tay ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq bi rek biti dimbalena ba lim ñu digal ñu man ci sax sax nek lim ñuy tere ñu bayiko sax ci digal serign bi bañ ko moy ben yoon ñu nañu yalla defal deg ak top dara jey khadim rasul jere ngeen def yaw alquran xamna sawa jeweena jambar je deke won drus la demna seigne mbake madina di won sa wetel momin na xam yaw la xamone ci wetel juma yi joy nañu sa dem gi mbake jakkay joy nañu la du nasaki sariya joy nako aqiqa joy ko kan ci yar musli gindi joy ko kepp ku dit julit ta sel joyna demam gi ngir ñepp ko ñak woorna ab sak lawon ci diine jeek julit yi sangela waan dalal xelum murid